كابتن عادل هارلاك، غابت الاهداف ضاع التأهل. لا، وحاجه تانية مهمه يعني، خلينا الكباتن يتكلموا على ان احنا لعبنا شوط اولاني كويس، دي حقيقه، لكن خلينا اكلمك على مجمل الامر يعني علشان نلحق. يعني احنا في علامه استفهام كبيره قوي عندنا عن النواحي البدنيه لعيبه النادي الاهلي، دي حقيقه، من اول السيزون ده من بعد الاعداد. ما انت ما لحقتش تعمل فتره اعداد كويسه. انا بشخص لك اللي انا شايفه. يعني لا اسمع، لازم كابتن لو سمحت، عشان ثلاث اسابيع انت اديت 31 يوم للفرقه. 21 يوم، ما هو في 10 كانوا مريحين قبليها. لا بعض اللعيبه مش انا الاساسيين، كل معظم اللي لعبوا النهارده كانوا رايحين 10 ايام قبل نهايه الدوري. خليني واديت 21 يوم ثلاث اسابيع وعملت فتره اعتداد 10 ايام. 9 ايام. طيب هل ده من المعقول ان فرقه كبيره زي الاهلي تقدر تجهز في 10 ايام؟ طب خلوني اكمل بس اسبابي. يعني انا بشخص لك الحاله فنيه من منظور مدرب. يعني انا بكلمك على في علامه استفهام في النواحي البدنيه تماما. يعني تاني، يعني انا ارخصهم لك في رؤوس مواضيع. تاني شيء، انت لعبت المباريتين تكتيكيا سان داونز كان افضل تكتيكيا الاثنين المباراتين، المباراه الاولى هناك والمباراه الثانيه هنا، بدليل سان داونز كان افضل هناك الشوطين، انت كنت افضل شوط، هم قدروا يوصلوا لهدفهم. علامة الاستفهام اللي انا بقولها لك على النواحي البدنية بدت في الشوط الثاني. ثالث شيء، الاصرار بتاع كولر بالتغيير في الدقيقة 65 دايما. في الثوابت 70 النهارده، ما فيش ثوابت في كرة القدم في التغيير. تغيير بيجي لاهداف انت كمدرب بتشوف عملت فكرة ما اتحققتش، يبقى لازم انقل لفكرة تانية. ما فيش مانع ان في مدربين كتير قوي بيبقى عندهم شجاعه انه ممكن يغير في الدقيقه 10 وفي الدقيقه 15 من الشوط الاول، مفيش مشكله، في طريقه اتكشفت الطريقه، فممكن اعمل حاجه اخرى. اديك دليل ان انت في علامه استفهام عليك من النواحي البدنيه السنه دي. انت لعبت في البطوله 4 مباريات يا كابتن ايمن، انت ما كسبتش مباراه، عشان بس تبقى عارف. سيمبا 2-2 هناك، 1-1 على استاد القاهرة، سان داونز 1-0 هناك، تعادل هنا 0-0. يعني في ال4 مباريات انت ما قدرتش تكسب ولا مباراة، وده مش من عادة النادي الاهلي. يبقى في مشكلة، احنا لازم نشخص الحالة صح عشان نلاقي حلول صح. كويس، المشكلة فين؟ النواحي البدنية ده رقم واحد، النواحي التكتيكية في يعني النهاردة انا شايف مثلا على سبيل المثال، انا لعبت في سان داونز في جنوب افريقيا 4-2-3-1، ولعبت في استاد القاهره 4-3-3. يعني انت غيرت الادوار، بمعنى انا رايح هناك ممكن اعمل التعادل او اشتغل بثلاث ديفندرات، لكن انا هنا في ملعبي مع جمهوري الكبير، انا هناك كان هو ملعبه وجمهوره الكبير، فكان يجب ان هو يحافظ. النهارده هو لما كان بيلعب هناك 3-4-3 سان داونز، جه النهارده لعبها 3-4-3 بنفس الطريقه ولكن بالشق الدفاعي اللي هو كان بيبقى 5-4-1 احيانا كتير. كويس، بس انت بيرجع الترفيه. صح، معاك. انت لعبت، بدات المباراه 4-3-3، سيطرت وهيمنت على الشوط الاول كله. كنت انت الاخطر، كنت انت الافضل، كنت انت الاكثر استحواذ وسيطره، كنت انت موافقك القريب انك تجيب اهداف. كابتن كره القدم ما تحسبش كده. لا مش هتحسب كده، بس أنا احنا ممكن زي ما قلت انتوا بين الشوطين هنتاثر بالجانب البدني، فممكن كابتن التغييرات يبقى ليها دور من بدري. كابتن اقول لحضرتك حاجه عشان بس نبقى متفقين في الامر ده، عشان نبقى متفقين، انا كمدرب ممكن اوديك لدي اللي هي اجريك اخليك تجري وتعمل مجهود ده، وتاني شوط هتقف كده. هي كره القدم 90 دقيقه، المباراه 90 دقيقه، لازم تقسم جهدك. ده ربنا دلوقتي مديت الكوره اتغيرت ومدينا 5 تغييرات،
يعني احنا بقينا بناخد خمس تغييرات مش تغييرين او ثلاثه، يعني خمس تغييرات يعني. 50% من التيم اللي جوه الملعب تقدر تجدد النشاط بتاعه. وليه مديك ليه الاتحاد الدولي مديك الخمس تغييرات يا كابتن ايمن؟ عشان تغير في البدايات. ما هو انت الاول كنت بتخاف على تغييرك، تمام؟ انت ده في نقطه كمان، انا بكلمك فنيا في نقطه، لما يكون عندك خمس تغييرات انت عندك ثلاث مواقف تغير فيها. أيوة. لما انت بتعملهم اربعه كمدرب، لما تغير بين الشوطين ما بيتحسبش. فعشان كده انا بقول لك ان مش كره القدم لا تعترف ان في الدقيقه 75 اغير. يعني الفكره دي يعني مش اللي انا ما بفضلهاش، ومش معنى كده انا بتكلم على اني علشان خرجنا من البطوله انا بتكلم كده، لا انا بكلمك على اني لازم نلحق نفسنا. عشان تلحق نفسك في علامات وفي حاجات مؤشرات يا كابتن في التدريب وفي كره القدم يعني وفي اداره فريق كبير بيتبان لك علامات كده، لازم تاخدها وتحطها تحت عينيك ولازم تشتغل عليها. يعني انا بكلمك على ان النادي الاهلي طول عمره النواحي البدنيه عالية جدا. أنا بكلمك أنتوا بتتكلموا بتقولوا إحنا الشوط الأولاني، ودي حقيقة، أفضل وأحسن وأقوى. لو كنا الشوط الثاني بنفس اللياقة البدنية دي اللي خلانا إن إحنا نتراجع في الشوط الثاني؟ أنت عارف إن الشوط الثاني ما عندكش هجمات خطيرة جدا على الجول، ويمكن يكاد تكون ما فيش يعني اللعب ما كانش على الجول. ليه؟ عشان أنت فقدت الباور بتاعك، ما بقتش بقوة الشوط الأولاني. طيب أنت خلاص عملت الشوط الاولاني، يجب انك انت بين الشوطين انك انت تغير. ده بقى علامه الاستفهام دي تاخدها من مين؟ من محلل الاداء عندك. محلل الاداء عندك يجب ان هو يشتغل افضل من كده. اقول لك ليه؟ لانه لو انا كمدرب ما اكتشفتش ان ده احنا واحنا قاعدين كلاعيبه قدام او كمحللين ومدربين قعدنا نتكلم بنقول بكم الجري اللي النادي الاهلي عمله الشوط الاولاني الشوط الثاني هيحصل، قلنا احنا كلنا يبقى الشوط الثاني هيحصل فيه دروب. نزول ودروب كبير. احنا اللي بعيد عن الفرقه قلناها يعني لا واضح يتعادل في الملعب، ما انا عارف. لا احنا يعني انا عاوز اقول يا كابتن اسامه احنا قريناها، يعني احنا قريناها فيجب ان هم كمان يقروها. انا فاهم طبعا، خلاص ما انا بتكلم ان احنا قريناها، بس من الجايز هتقول ايه؟ هينزلوا برضو في حماسة الجمهور وبتاع، هيجيبوا شوية، لكن بان جدا من بداية الشوط بعد خمس دقايق انه كابتن أسامة عايز اكمل بس يا جماعة فكرتي بعد اذنك. كابتن بس انا عايز اقول لك حاجة، ضربة الجزاء دي فرقت معاك طبعا. ماشي يا كابتن، بس الكلام اللي انت بتتكلم عليه يا كابتن أسامة، الكلام اللي انت بتتكلم عليه ده لو مفيش الادوات الحديثة بتاع كرة القدم بالتدريب دلوقتي. انت دلوقتي بتقدر بالدقائق وبالثواني عارف لعيبك ممكن يتعب. انت نادي كبير، ممكن يتعب في الدقيقه كام، ممكن يديك قد ايه، ممكن يديك باور قد ايه. لا ما هو كره القدم بقت صناعه وتكنولوجيا، وانت مش اقل من هو مدرب المفترض عنده الادوات دي وموجوده عنده الادوات واشتغل عليها السنه اللي فاتت. فكان يجب انك انت ما تسيبهاش للصدفه، انك انت تقرر انك تغير بين الشوطين، انك تجدد الفرقه. يعني الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها لك، بس ممكن ما تبقاش بين الشوطين يا عادل، هو ده اللي اقصده يا كابتن. عشان يعني استفاد على الاقل، انا اقصد على الاقل بالرؤيه بين ان بعد خمس دقائق او سبع دقائق واضح انه في هبوط في كابتن. كابتن انا اقول لك حاجه، انا في المباريات اللي عايز اكسب فيها لازم اعمل موجه ورا موجه ورا حاجه هجوميه، حاجه فشلت اروح للثانيه، فشلت الثانيه اروح للثالثه. انا ليه بقول لك ان انا لازم اغير بين الشوطين لو حتى لو تغيير عشان لا يحسب عليا؟ احنا بنغير ثلاث تغييرات، يعني في ثلاث توقفات انت بتغير ثلاث مواقف، ما تقدرش توقف في اربعه. انت بيبقى الرابع بتاعك اللي هو ما بين الشوطين. الحاجه اللي واضحه، اللي كانت واضحه جدا يعني لينا واحنا شايفين، انه انت من المباراه اللي هناك في صن داونز انت ما عملتش هجمات مؤثره خالص. انت شايف فرقه صن داونز حتى واحنا كنا بنهاجمها في الشوط الاولاني، لا كانوا بيوصلوا ممكن ما بس بدون خطوره على مرمى الشناوي، يعني ما كانش خطوره. انا بكلمك احنا هناك ما رحناش خالص. ليه؟
عشان هم عندهم ما الجراءه دي كانت موجوده. لا يعني انا مش عايز برضو ايه يا كابتن ايمن، انا بقول لك في علامات كده ومؤشر، يعني في حاجات تديك لمبه حمراء انك انت، انا بقول لك النادي الاهلي لعب اربع مباريات في افريقيا في بطوله جديده، اربع مباريات احنا ما كسبناش مباراه، ما كسبتش مباراه. سيمبا الفرقه اللي هي يعني متواضعه، يعني لا مش متواضعه، هي من الفرقه القويه خلي بالك دلوقتي في كابتن انا في فاهم افريقيا. لا انا بتكلم عن النادي الاهلي. أيوة. احنا اقوى فرقه في كابتن عادل بيتكلم في على مستوى الثمان فرق اللي موجودين يا كابتن، احنا افضل فرقه لهم اصلا، اقل الثمان فرق اللي موجودين. لا واحنا افضل فرقه وانت افضل منه انت شايف. النادي الاهلي ما هو هو ده يا كابتن اللي انا عايز اقوله لك، اللي هو ايه اللي هو لازم تعرف انت ايه اللي حصل عشان تعرف تصلح علشان القادم، لانك القادم عندك انت عندك احتكاكات اقوى، انت عندك كاس عالم للانديه، فيجب انك انت ال- 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 النواحي البدنيه لازم تنتظم جدا، لان بلال اتكلم كلمه مهمه، ال 31 يوم الراحه في يوم العشر ايام اللي احنا اتكلمنا عليها لبعض اللعيبه، يجب انك انت عشان ترجع مش اقل من 15 20 يوم، ده حاجه بسيطه جدا، محتاج 30 يوم زي ما كابتن انا موافق، بس في ظل الاعداد الجديد اللعيبه بتقدر تشتغل مع نفسها شغل برايفت، يعني اللي هو ما بياخدوش اجازه كامله سلبيه وسلبيه، ولكن في الاخر الامر هارد لك، احنا دايما بص لقدام، عندنا اخطاء، الاخطاء لازم يجب كولر لازم يتدارجها كويس، لازم يعرف يحط ايده على الاسباب ايه، لازم يعرف يحط ايده على يعرف اسرار افريقيا زي السنه اللي فاتت لما عرفها في الاخر، فاكر سان داونز لما لعبونا في ماتش 2-2 من بعديها لما كنا بنهاجم من بعديها وقفنا لعبنا دفاع كويس وبعدين هاجمنا كويس، ايه اللي حصل؟ قدرنا نقعد 11 مباراه ورا بعض ما يدخلش فينا هدف. فانا في الاخر بقول ايه؟ بقول ان احنا عندنا افضل مجموعه لعيبه موجوده، نبحث في امر حته اللياقه البدنيه، نشوف المعد البدني، نشوف اللي هو الراجل لاني انا شايف النواحي البدنيه فيها وعمرها ما بتحصل في النادي الاهلي، يعني انك انت كابتن ايمن تقول النواحي البدنيه بتاعتنا قليله، ده احنا مشهورين انك انت بتجيب جون في البلاس 90، يعني هو انت ليه طول عمرك بتجيب جون في البلاس 90؟ مش علشان عندك الاصرار، بس الاصرار ده مش هيجي لك الا امتى؟ لما تكون انت قوي، لما تكون انت بدنيا عالي، لكن انت في دروب بدني لازم مستر كولر يراعيه كويس، ولازم حتة التغير في التكتيك المناسب دي من وجهة نظري، لعبنا المباراتين سان داونز هناك باتنين 4-2-3-1، لعبناه هنا 4-3-3، كان يجب انه يغير، المفترض انه يحافظ هناك ويجي هنا يعمل الهجوم الشرس.